هتلاقي حسام غريب الخط الامامي النهارده، بكار وخالد وليد واكرم يسري، شايفه شايف ادائهم ازاي داخل المباراه؟ لا هو بكار رقم واحد، خالد وليد في على فترات، يعني لما جاله مثلا في كورتين او ثلاث كور جوله حطهم، وفي كوره جات له في وقت قاتل اتصدت تمام. لكن هي المشكله كابتن خالد، خلينا نبقى صرحه أقول. عشان نطلع من التحليل ده ان احنا ناجحين، سواء نادي الزمالك، نادي الزمالك بيحافظ على كيانه الافريقي وانا قلتها في البدايه تمام. النادي الاهلي انا رايي النهارده نادي الزمالك او بلاش نادي الزمالك، لاعيبه نادي الزمالك الستار اللي هم الخمسه او السته اللي انا قلتهم، هم كسبوا طارق محروس. ليه بقى؟ بمعنى انا النهارده كلاعب بلعب على دماغ او فكر المدرب اللي قدامي، صح يا كابتن؟ كويس. فالنهارده انت النهارده لغايه النهارده انت ما بتقراش سيناريو نادي الزمالك. ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ لان سيناريو نادي الزمالك الاحمر والدرع واتضاف عليه النهارده كمان، وده انجاز في الفنازة، السيف وبكار وقداح، وانت لغايه وقت يعني ايه ماشي على سيستم، ما هو ماشي على سيستم. ايوه كويس، هو بيلعب 6-0 يطلع يقابل يطلع ايه يتقلع. كابتن خالد، كابتن خالد انت عندك حراس مرمى، كابتن خالد انت عندك حراس مرمى ودافعت لكن ما جريتش، انت جريت على فترات صح ولا لا؟ مظبوط. لا انا قلت لك ايه في البدايه، قلت لك الروبي جريء، لو جاله وقت ان هو هيجري هيجري. ففي كذا سنتره لو تفتكر في 6 دقايق ده يجري وده يجري ده يجري. لا الزمالك ما كشش، الزمالك رايح الزمالك رايح ليه؟ الزمالك بطبيعته هو ده بيلعب على ايه؟ بيلعب ان هو خسران فرق 2 صح يا كابتن؟ مش كان خسران، كان خسران فرق 2 في الدقيقه 26 صح؟ الشوط الاولاني الشوط الثاني كان خسران 26. لا الاهلي كان خسران، الاهلي كان خسران، لا انا قصدي في الشوط في بدايه الشوط الثاني الاهلي ركب، كان راكب المباراه 3 اجوان صح. هل الزمالك وقف الكوره؟ لا الزمالك جري لان هو عارف، وهي دي النقطه اللي بيمتاز بيها الزمالك.